السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مع بعض بروجكت وايز 365، وهو بيديك ملخص للمشروع، المشاكل اللي موجودة، الريفيو، السبميتال، كل الحاجات دي موجودة، الـ RFI، الديزاين تاسك، الحاجات اللي المفروض ان انا اعملها، التاسكات بتاعتي بيجيبها لي، الايشيو، المشاكل، ماي ديزاين ريفيو، ماي ديليفرابلز. تمام، فلو قلت له مثلا عايز اشوف الايشيو فبيبدأ يدخلني ليه الايشيو، ممكن اعمل ايشيو جديدة، مشكلة جديدة، اديها اي اسم واديها التاريخ بتاعها والستيتس بتاعتها، ريفيو، لما تخلص نقول ابروفال ومين اللي هيعملها وكلوزد ولا لسه، واقول له مثلا سيف اند اكزيت فبيروح مسيف ويخرج منها ويبدأ يضيفها للحاجات اللي موجودة. وركن بوكس دي بقى الحاجات اللي مطلوب ان انا اعملها، فيها حاجات عبارة عن مشاكل، في حاجات عبارة عن تاسكات، وهنلاقي كل ممكن نيجي هنا دي دوكيومنتيشن بتاعت المشروع، دوكيومنت بتاعت المشروع، كل ديسيبلين بقى معماري، انشاء، كهروميكانيكال، وتبدأ ترفع الملفات بتاعتك، تقول له نيو وتقول له ابلود فايل فيبدأ يرفع الملفات اللي انت عايزها، وبعد كده الملفات اللي بترفعها تدخلها في الاي مودلز، او مدي كل الملفات اي مودلز، تبدا بقى تقول له ان انا عايز اختار ان انا ارفع ملف جديد، فبتقول له نيو وبراوس، لازم يكون دي جي ان او دي دبليو جي او ار اف تي او اي اف سي. تمام، فبقول له مثلا انا عايز الملف دوت، تقدر تختار اكتر ملف، وبيبدا بقى بيقول لي ان هو موجود قبل كده. ديزاين ريفيو، تقدر بقى تشوف المراجعه بتاعه المشروع، ممكن تقول له ده درافت مع مين، تعرف التفاصيل بتاعته، اساين تو والتاريخ بتاعه والمايلستون والكومنتس والورك فلو بتاعه، يعني المفروض ايه اللي قبل ايه وايه اللي بعد ايه، يعني الدرافت دوت المفروض يتراجع، وبعد ما يتراجع يتعمل له اساين ماركت كومبليت، وبعد كده لما ابروفد الاما ريجكتد وهكذا. ودي الايشيو، المشاكل الموجوده، ديليفرابل، الانسايت، بتلاقي بقى في تقارير اكتر وريبورتات اكتر في كل حاجه خاصه بالمشروع. بروجكت انسايتس، وانا بيقول لك في ديمو داشبورد ممكن تجربها. داتا از بينج ابلودد، بتعمل لها ابلودد بحيث انها تظهر معايا في التقارير اللي هتيجي بعد كده. فبعد شويه بتبدا تظهر كل التقارير، وهنا بقى حاجات خاصه بالادمنستريشن، زي ان انت تضيف ناس للفريق بتوعك، تضيف بعض الشركات الاخرى، تعمل اداره للدريفربل، تعمل اداره للمعلومات بتاعه المشروع، تقدر تعمل اد لاي حد من خلال الاسم او الايميل بتاعه، وتقدر تحط رولز معينه. تمام، كل واحد ايه الصلاحيات بتاعته في الشغل، وممكن تعلم على اي واحد وتغير الرولز بتاعته. تمام، تعلم عليه وتختار بقى انت عايز ايه الرولز بتاعته والاورجانيزيشن بتاعته وهكذا. ده شكل الريبورت اللي بيطلع، ادق التفاصيل، وبتحط فيه كل حاجة حسب الديسيبلين بتاعتها والاقسام بتاعتها وكل حاجة. هو بس بياخد وقت عشان اول مرة، فبيبدأ يجيب لك بقى كل شهر ايه اللي حصل فيه وهكذا. في 3636 دوكومنتس، فبيبدأ بقى يجيب لك التفصيل بتاعتهم. فهو برنامج حلو لإدارة ملفات المشروع.